لما الفقر يدفع الناس للموت في حضن الجبل يبقى احنا في محاجر المنيا. اهلا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من نبض الشارع. نتكلم على عامل المحاجر، هو مش افقر الناس عندنا زي ما انت شايف الترابه والفهلبه والحديده الفستون لجنه العيش. الشغلانه ديت يعني مفيده لاصحابها بس ممكن يحرجونا انا وانت الوقت فيها الوقت يضرب نار بتاع متريك. طبعا عرف العامل معناها بدل يقولون في المحاجر ان الناس عمرها قصير. هنا الفقير ما حدش ما يسال فيه. مش هنسكت عن حقوق عمال المحاجر مهما طال الزمن. تعتبر المحاجر مصدرا رئيسيا للدخل في محافظه المنيا، وصل شهريا في بعض الأوقات إلى 12 مليون جنيه قبل الثورة، لكن هذا الدخل الكبير لا يتناسب أبدا مع ظروف العمل في المحاجر. فبسبب الفقر الشديد في كثير من قرى المنيا يلجأ أبناؤها على اختلاف أعمارهم إلى العمل في المحاجر في ظروف تنعدم فيها السلامة المهنية والحقوق العمالية من تأمين صحي واجتماعي. ولا يوجد إحصاء دقيق لعمال المحاجر، لكن التقديرات تتراوح بين 45 ألفاً إلى 100 ألف، منهم حوالي 5000 طفل يعملون في ظروف قاسية تقضي على طفولتهم بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية. استاذ حسام وصف المدير التنفيذي لمؤسسه وادي النيل لرعايه عمال المحاجر، اهلا بيك في نبض الشارع. اهلا وسهلا بيكم. ايه اللي بيخلي الناس تنزل تشتغل في المحاجر؟ لقمه العيش. مفيش شغل تاني في المنيا غير الجبل، مفيش اراضي زراعيه، مفيش صناعه، ما قدامهمش غير الجبل. تقريبا اعداد اللي بيشتغلوا في المحاجر كام؟ يعني هو مفيش احصائيات رسميه بتقول الاعداد، لكن الاعداد تقريبا بتتراوح من 25 ل 35 الف عام. وطلعنا المحاجر باذن الله. اتفضل. شكرا. السلام عليكم. ذكر الرجاله. السلام عليكم. استاذ حسام، هي المسافه المعتاده من القريه للجبل بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ يعني هو كل محجر وقرية بتختلف، لكن المتوسط ما بيقلش عن 10-15 كيلو. في محاجر ممكن بتبعد عن القرى اللي بيبقى خارج منها العمال أكتر من 40-50 كيلو. 40-50 كيلو جوه الجبل؟ جوه الجبل. عايز أعرف طبيعة المخاطر اللي ممكن العمال بيتعرضوا لها أثناء المرور في طرق غير ممهدة في الجبل. أولا هي العربية اللي احنا راكبين فيها مخصصة لنقل البضايع، مع ان طبعا زي ما هتشوفوا في المحاجر وزي ما سمعتوا حاجه بتدخل دخل كبير جدا للمحافظه، ممكن توفير وسائل نقل ادميه وبتكلفه بسيطه، مفيش اي نوع من انواع تمهيد الطرق. يعني ده حتى عمليه تمهيد الطرق لو في بتتم بالاتفاق مع مجموعه من اصحاب المحاجر اللي بيبقوا في نفس الطريق، الدوله او المحافظه لا تتكفل باي شيء نهائي. بنت أستاذ حسام، دلوقتي احنا في المدق بتاع الجبل، ايه الاخطار اللي ممكن نتعرض لها العمال اثناء مرورهم في المدقات الغير ممهده دي؟ وطبعا من اكثر الاخطار اللي هي حوادث العربيات، هي اساسا العربيه ممكن لا قدر الله بتتقلب. تقريبا كم حادثه بتحصل نقول شهريا؟ يعني مفيش احصائيات رسميه، لكن هي لما بتبقى عربيه او الدين في الشهر 25 عام، يعني بنتكلم 50 اصابه على الاقل. 50 اصابه شهريا بسبب ان الطرق غير ممهده. لا قدر الله لو في مصاب هل ممكن تخش له عربيه اسعاف بسهوله؟ لا، هو للاسف احنا ما فيش اي نوع من وسائل الاسعاف
حتى قريبة. يعني احنا مش بنتكلم جوه الجبل، احنا حتى على الطريق نفسه مفيش اي وسيلة اسعاف، فاللي بيتصاب بيبقى هو يعني التعبير بتاعه هو ونصيبه زي ما ربنا ما يدفع. حسام كلمني عن ظروف العمل في المحجر من حيث السلامة المهنية. لا يعني احنا بنقول السلامة المهنية مفتقدة تماما، يعني هو أول حاجة المفروض إن محدش يشتغل بالجلابية، المفروض إن هو يبقى فيه الأبريول اللي بيتلبس زي ما بيتلبس في المصانع، المفروض يبقى فيه كمامة مش الشال اللي بيتلف على الوش، المفروض يبقى فيه كاتم للأذن علشان الصوت بتاع المكن العالي، المفروض يبقى فيه الجزم السيفتي علشان الآلات والطوب محدش يتعور في رجليه. يعني الإصابة هنا معناها إيه؟ الإصابة في عرف العامل معناها بتر، لكن لو أخد لقدر الله 60 غرزة 80 غرزة كسر انزلاق غضروفي الأمراض ما بيعتبروهاش إصابة. هما كلمة الإصابة أول ما بتقول إصابة بالنسبة لهم يجي في ذهنه بتر طرف من الأطراف. مدى تعاون الحكومة والجهات المسؤولة في تأمين الناس دي اجتماعيا وصحيا؟ لا شيء، لا في اي نوع من انواع التامين الاجتماعي ولا التامين الصحي ولا الرعايه الصحيه. عدد العمال هنا في المحجر حوالي 50 عامل، كلهم بيقضوا يومهم في ظروف استثنائيه جدا، ما بين التراب والبودره اللي هي ناتج نشر الحجر، وما بين الاخطار اللي بيتعرضوا ليها من التعرض للامواس اللي بتقطع الحجر. هنعرف كل التفاصيل دي مع عمال المحاجر دلوقتي حالا. ده أول عامل من عوامل الخطر اللي بيتعرض ليها عمال المحاجر، السلم ده بالشكل ده الغير آمن ده، بالتأكيد ممكن أي حد يتعرض لاختلال توازن هيقع من المسافة العالية دي والنتيجة هتكون مش في صالحه طبعا. ان يكون في جسمك 40 غرزة من الجبل ترجع تشتغل فيه تاني، دي قصة فرج طلعت. ازيك؟ الحمد لله تمام. انت فيك 40 غرزة؟ اه. ازاي؟ حضرتك انا ما كنتش جايب الفستانة زي كده، المكنة ديت، المكنة فزعت مني جريت، فطبعا انا محكتش نفسي، فاتشعلجت هنا ده. اتشعلجت في السيك دوت. السيك دوت ابتدى جابني هنا عند الامواس. عند الواسه اللي من قدام دي فجاه ايه ما حسيتش الناس فجاه وديتني لغايه هناك كده. الغرز دي فين في جسمك؟ حاجه زي كده. اه ده مكان الموز ده. اه الغرز دي. في حاجه هنا تاني بقى، حاجه زي كده. دي كده زاد ورا بقى. هل في اسعافات هنا اوليه حصلت لك؟ يعني لو عرفت من زمايلك حد اسعافك حد؟ لا، كل ما في الحكايه بس ان هو صاحب المصنع والريس نزلوا جري كده شالوني بعربيه لغايه ما رحت المنيا بقى. يعني انت لو حد لا قدر الله يعني اصابتك استمرت اكتر من كده كان ممكن تكون خطر على حياتك. اكيد طبعا. وبالرغم من الخطر ده انت بتشتغل هنا في المصنع تاني؟ حضرتك انا نفسي يعني يكون ليا شغلانه احسن من كده واحلى من كده، بس مفيش. طب انا عايز اعرف يا فرج، انت يعني الاصابه دي مثلا صاحب المصنع عمل ايه؟ يعني هو اتكفل بعلاجك ولا انت اللي دفعت مصاريف علاجك؟ لا، صاحب المصنع يعني اتكفل بقى، بس انا ايه يعني كملت برضه. ما ينفعش ان هو كان ايه، هو بقى ما ينفعش ان هو يكمل معايا بقى. هو انت متامن عليك هنا؟ عليك في تامينات بتدفع لك؟ لا، مفيش اي تامين. ولا تامين صحي ولا تامين انت مثلا بعليك معاش او لما تتصاب تاخد تعويض؟ حضرتك الشغلانه ديت يعني مفيده لاصحابها بس، يعني ما بعتبر كده بالنسبه للعمال اللي هنا معدومين. فرج، انت عارف ان انت ممكن تتعور تاني في الجبل؟ اكيد، ده حاجه كده يعني ممكن في لحظه، واي حد مش انا بس، اي حد ممكن في لحظه كده ما يلاقيش نفسه كتير، يعني الانسان يموت خالص. وانت شغال على الفصاله دي بتخاف؟ انا بتجيلي لحظات خوف، وبتجيلي لحظات كده ثقه في الله يعني عز وجل. يعني انا عندي ايمان بالله ان انا برضو يعني الجوع لحاجه غلط، فاكيد ربنا يستر عليا.
ربنا يستر عليك. مش ممكن بس تتقطع لك ايد او رجل او تتعور، بس انت عايش في جو كله بودره، البودره دي بتعمل تحجر رئوي. ازيك يا عم سعد؟ اخبارك ايه؟ اكتر الله. واحنا جايين في العربيه انت كنت راكب جنبي وقعدت تكح كتير. ايوه بكح اهو. ليه؟ اديك نظر الوضع قدامك، اما انت من بعيد اهو مش متحمل البودره. لما بتروح والبودره دي كلها في صدرك بتنام مرتاح؟ لا طبعا. في كمامات مثلا بتبقى معموله مخصوص ان التراب ده ما يجيش على طول. ما انا ما استحملهاش برضه دي. لا ما المفروض الكمامه دي صاحب العمل يجيبها لك، يجيب لك كمامه يجيبها لك، بس الواحد مش هيقدر يستحملها. الواحد في الشغل مش هيقدر يستحملها الكمامه دي. ما طلبتوش من صاحب العمل انه يجيب لكم كمامه؟ لا ما طلبناش، بس مش هنقدر حتى لو هو جابها مش هنقدر نستحملها. ليه ما تستعملهاش ليه؟ ده هتحميك. مش هنقدر نستحملها على وشنا. يعني ما تقدرش تستحملها ولا انت يعني يجي لك حاجه في صدرك كده تتعبك؟ الواحد يعني انا اشوف الناس لابسه وشاش انا ما اقدرش البس وش. كمامات عاملينها. مش المفروض تلبس لبس مهمات شغل؟ مفروض، بس اصل احنا ولفنا على الوضع كده. انت مستسلم وخلاص. ايوه يا عم، ده انت مش قادر تضحك من الكحه يا عم. شوف اكل عيشنا، احنا عايزين ربنا ينوم عليك وخلاص. هنعمل ايه طيب؟ مفيش حل غير كده. ربنا يبارك لك. هنعمل ايه؟ شكرا يا عم سعد. سلام. الشغل في المحجر بيتم وسط مجموعه من الاسلاك الكهربائيه التي لا تعد ولا تحصى، والاسلاك دي في مجملها ما فيهاش عوامل امان او عوامل سلامه. ايه دي يا عم مشمش؟ دي صناره عباره عن كهرباء نازله من المولد من فوق. المولد اللي فوق كهرباء من الكابل الكبير ده الرئيسي. الكابل الرئيسي ايوه جاي هنا، دي الرئيسيه دي اللي هي فيها الكهرباء العف والكهرباء كله. بنيجي نوصل الثلاث خوص دول بيشغل المكنه. يعني كل ثلاثه من دول بمكنه؟ بمكنه. ايه خطر الصناره دي؟ خطر الصناره دي مع سخونه الجو الخوص دي ما تسيح، اللي هي دي العازل انتوا لافينها ببلاستر ده ما يسيح مع السخونه ما تسيح. يجي الزحلات يجي يمسكك عشان يوصل الارض هنا عشان يسن، زي ما انت شفت الصاروخ شغال يسن، يجي ماسكك يجي متكهرب ما ماسكاه يجي ميت على طول. مفيش حل. مفيش حل. ودول بص يعني بص الحاجات دي بص ده سخن قوي. ما انا عارف هم دول لو مع السخونه ده ما يسيح، لو ضاروا ولمسوا بعض كده هيضربوا نار بتاع يجي مترين حوالينا. دول ممكن يحرقونا انا وانت الوقت فيها الوقت، يضربوا نار بتاع مترين كده لو لمسوا بعض الوقت. انا في ناس قد ما هنا الكهرباء بتوماتي، فدي اكثر خطوره دي الشغله دي وما فيش غيرها هي. عمالة الأطفال في المحاجر جزء مهم من الصناعة دي. بيقدر عدد العاملين من الأطفال في صناعة المحاجر بحوالي من 3000 ل 5000 طفل. معايا إبرام شوقي شغال هنا في المحجر. ازيك يا إبرام؟ سلام. علي صوتك بقى. أنت عندك كام سنة يا إبرام؟ 14. تشتغل في المحجر بقالك قد إيه؟ كتير. كتير قد إيه يعني؟ بتاع 6 سنين. 6 سنين؟ انت بتدرس يا برام؟ بتروح المدرسه؟ ايوه. سنه كام؟ ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي؟ طب وانت جاي المحجر ليه وسايب مدرستك؟ في اجازه. طب لما يكون في مدرسه بتروح المدرسه؟ ايوه. بتاخد يوميه كام في المحجر يا برام؟ ها؟ بتاخد يوميه كام؟ زي محمد زي نقله ولا اثنين، لو نقلتين بناخد 100. بتاخد 100 جنيه في النقله؟ في النقلتين. في النقلتين 100 جنيه. ايوه. كم قالب بتشيلوا العربية دي تقريبا؟ ألف. 1000 قالب انت بتشيلهم انت وصاحبك؟ ايوه. مش واحد صعد محملها لوحده. مش صعب عليك؟ لا ليه كده؟ ده انا اشوف انا بشيل معاك اهو مش قادر. خلاص يا ابرام حرام عليك. ها؟ لا مش صعب. تعالى يا عم. تشتغل قد ايه كم ساعة في اليوم يا ابرام؟ ساعة في النقلة من القطع فيها. يعني النقلة الواحدة 1000 قالب بتاخد لها ساعة. أيوة وأجلس كمان. مفيش مرة كده قلت أفكر كده أسيب شغل المحاجر ده بقى وأروح ألتفت لنفسي؟ لا
لا ليه؟ هنعمل ايه يعني؟ خدت على الشغلانه مناديل كتير ام محمد لازم شمتها خدت على الشغلانه. نفسك في ايه لما تكبر يا ابراهيم؟ لو عرفت ازاي ما الظروف تحكم. انت هتسيب نفسك للظروف ليه؟ ما حدش ضامن الدنيا بعد ساعه. بعد قليل محافظ المنيا المحاجر ثورتنا الكبرى وأبناؤها بحاجة لمزيد من الرعاية. المحاجر غير مرخصة، العمال فيها منتهك حقوق. لاحقا بعد أن بترت أصابع والده في المحاجر، أبو الخير يصارع الجبل لينفق على أسرته. تبقى جاي هنا وتشتغل وتسترزق، تمسك كبه كده يبقى عريان يكهربك تموت في دقيقتين. العمال شايفين ان المحافظة باعتهم لأصحاب المحاجر نظير الرسوم اللي بتجمعها من التراخيص ومن حركة البلوكات على الطرق، وبيقولوا كمان ان المحاجر بقت مملكة الجبل اللي السلطة التنفيذية ما تقدرش تتعامل معها. دكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا، اهلا بيك في نبض الشارع على الحر. اهلا وسهلا بيكم في المنيا. دكتور مصطفى، ملف المحاجر ملف كبير جدا، المحاجر بتدخل للمحافظة كام في السنة؟ المحاجر كانت بتدخل قبل الثورة في الشهر 12 مليون جنيه، وكانت المصدر الرئيسي لدخل المحافظة. انخفض هذا الدخل لحوالي 2 مليون وأقل في الشهر. الانخفاض ده إيه سببه؟ الانفلات الأمني الهائل. تدريجياً وصلنا ل 8.7 مليون، لكنه يعني لسه طريق طويل علشان نستعيد ال 12 مليون ثم نتفوق عليها إن شاء الله في خلال الشهور الجاية. سيادة المحافظ، 8 مليون جنيه شهريا، حق عمال المحاجر فيه ايه وازاي ياخدوه؟ هم عمال المحاجر ملهمش حق مباشر في الثمانية مليون، يعني هم حقهم المباشر مع اصحاب العمل، لكن في حق غير مباشر الثمانية مليون. احنا قلنا 8 مليون دول هم المورد الرئيسي لحاجة اسمها صندوق الخدمات. صندوق الخدمات ده بيصرف على فقراء المحافظة، يعني لما هنيجي نعمل مستشفى ومحتاجين فلوس عشان نكمل المستشفى دي بناخدها منين؟ من صندوق الخدمات. هل ده مقابله ان السلطه التنفيذيه تغض الطرف عن الانتهاكات اللي بتحصل في المحاجر؟ في تجاوزات لا شك طبعا. احنا عندنا نوعين من المحاجر، محاجر مرخصه، ودي بالتاكيد العمال اللي فيها عندهم تامين صحي وتامين اجتماعي واشراف طبي وهكذا، وفي محاجر غير مرخصه. واخد حضرتك؟ المحاجر غير مرخصه متوقع ان العمال فيها برضو منتهك حقوق، واحنا عازرين العمال دول لانه مضطر. عندنا مليون عامل بطاله، فلما يبقى في مليون بتنقي منهم تستطيع انك انت تضغط على الافراد وتنتهك بعض حقوقهم نتيجه لانه مش متوفر فرصه عمل عادله لكل مواطن. لكن نتكلم على عامل المحاجر، هو مش افقر الناس عندنا. عامل المحاجر ما هوش افقر واحد، عامل المحاجر بيشتغل ويوميا بيشتغل ودخله قد يصل في بعض الاحوال الى من 30 ل 40 جنيه يوميا. ده لا يعني ان احنا هنفرط في حقوقه زي ما حضرتك يعني تفضلت، التامين الصحي والاجتماعي ومراقبه المستوى. واحنا على فكره ادينا بنحاول نغير النظره للمحاجر من موضوع نشر بلوكات وما يترتب عليها من اصابات خطيره للعمال الى موضوع اسهل واكثر وفي قيمه مضافه كبيره جدا، اللي هو مثلا الطحن. يتطحن البلوكات دي وتتحول الى البودره اللي بيسموها الى بودره تدخل اذا وصلنا 2 مايكرون تدخل في حوالي 123 صناعه ومتلهفه عليها دول العالم خصوصا الصين والهند، وبيستوردوها مش عايز ابالغ واقول لك 100 ضعف ثمن البلوكات الطوب اللي بتتبني بيها البيوت. نقاط الاسعاف بالناس بتشتكي من ندرتها سواء على الطريق الجبلي او حتى جوه الجبل لانه المسافه طويله، وايضا ان الطرق غير ممهده بشكل ما اللي بيؤدي الى عديد من الحوادث. تمام. هل في اي رؤى او خطط للتعامل مع الملفات دي في قطاع المحاجر باعتباره انه احد مصادر الدخل الاساسيه صح. للمحافظه؟ تمام. هو في نقاط بس ما فيهاش اطباء داخل المحاجر نفسها، لكن عايزين نطور الموقف ده ان شاء الله باذن الله تعالى بازدياد نسبه المحاجر المرخصه واستفاده الدوله منها كترخيص،
ان نحن نعمل نقطة طبية، نقطة اسعاف اولية طبية داخل المحجر يقوم عليها طبيب وعدد من المسعفين. احد المحافظين السابقين عمل وديعة لعمال المحاجر عشان تمدلهم خدمات تأمينية واجتماعية، الفلوس دي فين؟ الوديعة موجودة والمردود بتاعها اللي هو أرباحها بتروح لعمال المحاجر، ولا دخل المحافظة في الموضوع. في جمعية للمحاجر، وجمعية المحاجر دي هي لا تملك حق صرف الأموال دي على عمال المحاجر، وبتساعد في الحالات اللي احنا بنقول عليها مثلا إيه إذا حصلت لا قدر حياة وفاة أو عجز كلي أو عجز جزئي أو إصابة شديدة تحتاج علاج. كل الحاجات دي جمعية المحاجر بتقوم بالصرف على العمال بتوعها من الوديعة دي، ولا دخل المحافظة. دكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا، شرفتنا في نبض الشارع. الله يكرمك يا فندم. بعد قليل أبو الخير ووالده، قصة الأمس واليوم. أنا كملت المدرسة ما حدش يصرف على البيت، فاضطريت أن أنا أطلع من المدرسة عشان أصرف على البيت. لاحقاً في محاجر المنيا لقمة هنية تكفي 100. لو احنا برضو معانا رغيفين كده واحنا ثلاثة في الجبل ناكلهم مع بعضينا. اسم ابو الخير شوقي بشرى خليل، انا من جبل الطير البحري. اللي خلانا طلعت الجبل ان ابويا كان هو شغال لوحدي في الجبل، فتعور في الجبل وزبعته التلاتة اتقطعوا. هو كان شغال صناعة على المكنة هنا ما يفصل، اتعور وقعد في البيت ما حد سأل عليه خالص. المفروض ان يبقى الحكومة مراعية للموضوع ده، وان واحد يتعور يتقدم له في الحكومة يتعالج تبع الحكومة لحد ما يصحى يطلع له فلوس يصرف منها، بس ما فيش الحاجات دي. عشان كده ان هم ما يقولون في المحاجر ان الناس عمرها قصير هنا، وهو فعلا الكلام ده. ولما يجي هنا مش ما يبقى ضامن يروح. ممكن تبقى جاي هنا وتشتغل وتسترزق وتروح تمسك كابل ولا حاجه انت مش عارفه، تمسك كابل كده يبقى عريان يكهربك تموت في دقيقتها، او تبقى واقف مش واخد بالك مكنه تجري في يوم كتمه ولا كده تموتك تعورك. ما فيش حاجة غير الجبل، بلدنا ما ينفعش فيها مشاريع ولا حاجة، والبيت ما يصرف مصاريف في جامدة، بقبض 50 جنيه في اليوم، أتكفي تجيب كيلو لحم ولا تجيب عيش ولا تجيب خضار ولا تجيب إيه، عشان ما تكفي حياتي. أنا نفسي أشتغل شغلة حلوة تكون مرتاحة كده وتكون فيها فلوس تساعد البيت. الشغلة دي اسمها بعد السكة في الصالة. بنعدل بنقيس بالتقوى عشان تبقى تطلع مظبوط زي كده مثلا، وانت تروح جايب التاني على كده. انا اسمي شوقي بشرى خليل، انا كنت شغال في الجبل وتعورت. لا الحكومة لا، ما الحكومة ملهاش دعوة في الحاجات دي. صاحب الشغل هو اللي يساعدك شوية لحد ايدك ما تخف، وبعد كده يسيبك، هو ملوش دعوة ما ياخد نفر غيرك. يعني تعورت يصرف عليك لحد وانت فترة ما هو عيان، ان كان سبوع او حاجة، وبعد كده يسيبوك انت. فطبعا قعدت يجي سنة بعد كده ايه لولا ايدي صحيت، ولحد الوقت برضو يعني ايدي برضو مش زي في الاول، يعني ان مسكت حاجة برضو تقيلة عشان ما اقدر ارفعها بيه. فطبعا لما كبر ابو الخير تطلع برضو ايه بقي يغيب يوم ولا يومين، في وهو في المدرسه بيغيب يومين ثلاثه يطلع يسترزق طبعا عشان المصاريه. وانا طبعا يوم اشتغل او يومين وخلاص مش ما اقدر عشان ايد الوجعي. فطبعا ابو الخير لما طلع السنه اللي فاتت السنه دي طبعا بقي يغيب يومين ثلاثه راح اعطوه جواب فاصل. فطبعا ما قلنا له روح نعد لك كيد، ما رضيش، قال انا اقعد عشان اخدها السنه الجايه منازل عشان اشتغل واخدها منزل. حضرت اولى زراعي في المنيا، وبعد كده امتحنت الامتحانات وما رضيتش اروح تاني. كان نفسي عشان ان انا اخد الدبلوم يريحني في حاجات كتير، يريحني في الجيش وفي شغل ممكن ألاقي شغل أعرف أشتغل فيها من الدبلوم برضو، هيساعدني في حاجات. أنا كملت المدرسة ما حدش يصرف على البيت،
فاضطريت ان انا اطلع من المدرسه عشان اصرف على البيت. الفقير ما حدش يمثل فيه، فطبعا انا ساعه اتعورت جريت على الشؤون بتاعتنا دي، قعدت بتاع ابصر كم سنه كل ما اروح والدكاتره تكشف ويقولوا لا ده يدوني ايه عجز كده يعني مش عجز بتاع مساعده، والمساعدات دي ايه ما كانش شغاله. لولا يعني دي بتاع 14 سنه متعور، ما عملتش قبض غير السنه اللي فاتت ده، ما كملتش سنه مقبض. وطبعا الناس طالعه والعيال اللي طالعه دي اما تشتغل ولما يتعور ما خلاص ما لهش دي يعني، ممكن يموت او يتكهرب يطلع يعني، هو طالع يشتغل ما يعرفش يروح هيعود ولا لحف الجاب في المنشار ده بالذات. يعني كل الناس اللي لما تطلع هنا يعني اهلها في البيت اما تبقى اليوم كله قلقانه لحد ما يعودوا من الشغل، وان واحد اخر عربيه اخرت وواحد يعني ما كان اتاخرت الناس البيت يقلق كله، يقول اكيد حد يتعور او حادثه او حاجه. ما احنا خايفين بس غصب، طب ما فيش غير كده هتقعد مش هتلاقي هنا، ما فيش شغله غير دي. بعد قليل عمال المحاجر في المنيا بين قسمة الهم واللقمة. اللي شبعني ان انا اروح من هنا مش متعور ولا حاجة، واروح من هنا سليم. لاحقا حصريا نبض الشارع يخترق ليلى المحاجر والملاك كله تمام. مفيش خطر بالليل ابدا. كوب يا حبيب الله هيك في المحجر 10 دقايق بس تقسم فيهم ضحكه ولقمه. انت عمال تتكلم مع الرئيس قوي ليه؟ بتنقله ليه؟ وقفنا بالعصايه بيقول خلصوا كله. طب اوقف ما هو يقفلكوا بالعصايه في الشغل، يقفلكوا بالعصايه كمان في الاكل عشان ناكل بسرعه. ليه كده تاكلوا بسرعه ليه؟ ما عشان نقوم نشتغل. هاي الاستراحه مدتها قد ايه؟ يا دوبك تاكل بس وتقوم اسكت. يا الاكل دايما كل يوم هو هو ثابت، هو هو زي ما هو طول السنه. ايه بقى هو؟ قول لي الاكل ايه. بدنجان زي ما انت شايف اهو وسلطه. ممنوع تاكل او تشرب اثناء الشغل؟ لا تاكل وتشرب عادي، بس تاكل وانت شغال. يعني تاخد اكل كده وتقعد على المكنه وتاكل وسط التراب والبتاع. وانت تعرف تاكل وانت وسط التراب؟ هتاكل غصب عنك، هتاكل بالعافيه، هتاكل برضاك هتاكل. هو مين اللي بيجيب الفطار؟ صاحب المصنع. على حسابه دايما على طول. الفطار يقول لي وانتوا قاعدين على الفطار بتتكلموا في ايه؟ الحاجات اللي بتتكلموا فيها وانتوا قاعدين؟ واحنا بنتكلم في الفطار في الشغل. انا اشتغلت قد كده وانا عملت كده وانا زنكت عليك وانا فوقت منك. ممكن يكون وقت الاستراحه وقت التصفية مثلا النفوس من بعضها، لو حد شد مع حد، حد زعل حد. ممكن جاي زي. قول لي بقى ايه اللي بيحصل؟ لو اتخانقنا مع بعض تحت بنقطع في وقت الفطار كده من الصالح مع بعضين. شكرا. خد دول بقى مننا. ما زال واقف. ايه يا عم الكوبايه دي؟ ده عينه شاي يا عم. ايه يا عم شوقي؟ ايه عينه الشاي دي يا عم شوقي؟ ده هم لو نزلوا كوبايه اصغر من دي هيجيبوها. انا سمعت كده يعني انه بعض المصانع مثلا بيروح حاطين ترامادول للناس في الشاي. سمعت كده برضه بس ما شفتش. اه بيخليه ثلاث رجاله في بعض يشتغل. اشتغل كتير فوق طاقته زياده تاني كتير، بس بعد ما يروح المفعول يقعد يتحل كده يهبط عايز تاني يولف هو يجيب لنفسه. حياتك كلها ورا اللقمه؟ حياتنا كلها تعوير يعني. انا متعور هنا كل ده بسبب الجبل وبسبب الشغل كده. وهنا زي ما انت شايف بص عليها مصيب الشاي في تراب السيارة. يعني المكنه خلتني في ظهري هنا، وغير الحادثه اللي قبل كده على الطريق. انا كان عندي حاجه كسر حوض الميه وكسر هنا، بس اعمل ايه؟ مفيش شغل الا دي زي ما انت شايف. الترابه والكهرباء والحديد وفصلهم لقمه العيش. يعني زي ما يكون حوالين 10 ديابه كده وانت بتخط وسطهم تجيب الرغيف ياكلوك ياكلتهم. ممكن تقسم اللقمه مع زميلك؟ اه اديله رغيف، ولو احنا برضو معانا رغيفين كده واحنا ثلاثه في الجبل ناكلهم مع بعضينا، لان لو تعبت ممكن هو يشيلني. لكن انا ما اديتوش ياكل وتعبت يسيبني ونروح. ايه اللي يشبعك يا عز؟ اللي شبعني ان انا اروح من هنا مش متعور ولا حاجه، واروح من هنا سليم.
وفرحنا ان احنا نروح كلنا كده مرتاحين وحلوين وما فيناش اي تعويض. ده من عامر عز ان شاء الله. شكرا. وعشان نعدل المزاج لازم براد الشاي. ابو وجيه انت المسؤول عن الشاي هنا. ايوه. انت بتعمل الشاي كم مره في اليوم للشغيله؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات بس؟ بس. هتعمل لنا شويه شاي؟ هعمل لك شويه. اهو تعمل لنا شاي. انت بتملى الميه من الجركن ها؟ ايوه. صبي لي بقى. قولي المايه بتجيلكم منين؟ المايه لما تجينا من البلد، صاحب المصنع عنده عربيه. لما يجيب المايه من البلد. طب تعالى اعمل لي شاي بقى مع الناس. احكي لي قولي بقى بتعمل الشاي ازاي؟ والشغيله مثلا مزاجهم ايه في الشاي؟ في الاول لما املى المايه من الجراك اغسل البراد حلو الاول، بعد كده املاها، بعد كده احطه على النار لغايه ما يغلي، واحط لهم الشاي والسكر. ليه الكوبايات كده صغنونه كده؟ انتوا بخله ولا ايه؟ لا مش بخله، بس هي هو الكوبايات الصاج مفيش اكبر من الحجم ده، والكوبايات الكزاز هي اللي اكبر منها. وهنا لو جبنا الكوبايات الكزاز هنا ممكن طوبه تطير من المكنه وما يكسر الكوبايات على طول. طب هنعمل ايه؟ طيب ما بليات دحين، هو كل معظم المصانع كده، لو انت قعدت تتعارض هتتكلم وحدك في وسط مثلا 10-15 نفر، هتبقى انت المخالف المعاند في وسطيهم. عزت انت الطاقية دي والنضارة والشال جزء منك من حياتك؟ اه. دول عشان هم بيحوشوا عن الشمس والترابة، ودي بتحمي النظر بتاعها من الحصى والحديد، يعني لو جت حته شظيه كده طايره على قد النضاره ما هي برضو، بس بتشيل النص. عزة الرئيس بيقول لك يلا على الشغل. بيقول لي يلا على الشغل عشان عايز اشتغل عشان الحال ما يوقفش. خلاص ان شاء الله، واحنا عشان الحال ما يوقفش هشكرك واقول لك روح اشتغل يا عزة. شكرا يا عزة. عسلش. بس يعني على قد كده الحمد لله برضو ان في مفيش بطاله، عشان لو في بطاله برضو يعني لو ما فيش شغل خالص بالنسبه لكده هيبقى في سرقه ويبقى في اختلاس ويبقى في ضرب وعنف عشان نقدر ناكل ونشرب ونعمل بلطجيه وكده. لكن الشغلانه دي منعانا عن حاجات كتير، عن تجاره المخدرات وتجاره البودره. ربنا يغنيك بالحلال ان شاء الله. بعد قليل حصريا نبض الشارع يخترق محاجر المنيا ليلا ويحاور اصحاب المحاجر. المحاجر دي مش داخله في دماغ اي حد في البلد. لاحقا سمير نجيب رئيس اول نقابه لعمال المحاجر يكشف مماطلات المسؤولين. المسؤولين في المحافظه بيجمعوا الغرامات من المحاجر لايجارات من المحاجر وياخدوها هم يعملوا بها ايه في المحافظه مش عارف. حصرياً ولأول مرة كاميرا نبض الشارع أو الكاميرا التلفزيونية تقتحم عالم المحاجر ليلى. زي ما تابعنا طول الحلقة العمال بيشتكوا من انعدام السلامة المهنية جوه المحاجر، لكن أصحاب المحاجر في الفقرة اللي جاية ليهم رأي تاني.
عم احمد حسين فيصل، اهلا بك في نبض الشارع. مرحب مرحب. ليه الشغل في المحاجر بالليل؟ الشغل في المحاجر بالليل عشان في النهار طبعا حراره والنفر مش هيستحمل الشغل بالنهار، بنشغل بالليل عشان خاطر الطراوه والنفر يبقى مستريح وما بيعرقش وبياخد راحته ايه في الشغل. وفي الليل برضو عشان خاطر المكنه تبقى بارده وما تسخنش، عشان الموتور لو اتحرق عم نحط له 1200 جنيه على بال ما تلف. ده في الصيف بس، في ايام الصيف، انما في الشتاء في النهار الشغله بيبقى في النهار، يعني من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 4 اخر النهار. الخطر بالليل بيزيد؟ لا ما فيش خطر بالليل ابدا. لو في الليل مثلا لا قدر الله حد حصلت له اصابه او اي حاجه، هل من السهل ان عربيه اسعاف ممكن تخش له في الضلمه دي او تعرف تخش؟ بتخش له المحجر اللي جوه خالص. ايوه بتخش له، لان طبعا اي واحد سحب محجر هيبقى عامل رقم تاني. يا عم احمد احنا داخلين بالعربيه مش عارفين نخش بيها، عربيه ميكروباص مش عارفين ندخل بيها. عم يبقى مديله طبعا هنا الاسعاف اللي هي عند التامين دي عارفه مدقات المحاجر كلها. او واحد يجي بعربيه صغيره جاري على الـ على الـ على الاسعاف يركب معاه ويوديه، يبقى هو اللي عارف الطريق. على الطريق وانتوا جايين مثلا بيقولوا الصبح مثلا بيبقى العربيات في المدقات ممكن بتتقلب كده، بالليل ما بيبقاش شايف طريقه مثلا وهو جاي؟ لا بيبقى معاه طبعا العربيه بتاعته فيها نور واسفلت شمال ويمين، مفيش المحاجر اللي ليها مدقات جوه الجبل مثلا. أيوة 10 15 16 كيلو. أيوة جوه الجبل. ايوه 20 كيلو. قول لي مثلا ده ممكن نسبه الخطر تزيد بالليل فيها صح؟ لا ما تزيدش، لان طبعا كل عربيه منوره والمدق عم يبقى كبير، يعني عم يبقى العربيه ماشيه من جرختها عادي حلو 100 100 وماشي على مهليها. احنا دلوقتي النور بيعلى ويزيد ليه؟ بيعلى ويزيد من الذبذبه بتاعه المكنه، المولد الكهرباء. يعني اول ما المكنه يعني سلوك تمسك على بعضيها كده المكنه ايه تروح ضعيفه خالص. الشغل بالليل لما الناس بتبقى مثلا ممكن مش واخده بالها لو الاضاءه مش كافيه، ايه اللي ممكن يحصل لو لا. الاضاءه مش كافيه؟ لا لو مش كافيه، لو الاضاءه مش كافيه مش هيشتغل خالص. طب لو نور قليل ايه اللي ممكن الخطر اللي العامل يتعرض له لو النور قليل في المحجر؟ ما يعني يبوظ الطوبه بس، ما مثلا ممكن يقطع سلك موس يقطعه. لا الموس ما يقطعوش، لان هو عارف عامل حسابه من الموس، هو مثلا كابل زي ده في الارض ممكن مش شايفه يروح قاطع ويتكهرب. لا مفيش كهرباء، الكابل يتقطع بس مفيش كهرباء. مش الكابل ده فيه كهرباء يابا؟ فيه كهرباء، بس لو اتقطع الموس ما بيكهربش، هو بيضرب مره واحده بق. طب السناره اللي هناك دي انا عارف انه ساعات الناس ممكن ما تاخدش بالها مثلا وتكهربها، هل بالليل ممكن برضو يحصل انه الناس تتكهرب بشكل عام؟ لا مفيش حد بيتكهرب يا ابني، مفيش حد عم يتكهرب، لان طبعا السناره دي ايه ليها ثلاث فرادي وكل فرده فيها خوصه والخوصه ملفوفه عليها بلاستر، يعني هو بيمسك من البلاستر ويروح ايه حاطط في السناره بس. عشان هو بالليل فالبلاستر ما بيسحش زي بالنهار. زي طبعا ده في التراوه ما يسحش، عشان كده انتوا حاطين السناره تحت الكشاف مباشره تحت الناس كلها تشوفها. كل شايف، فمحدش يتلخبط او انه يمسك السناره. ايوه ما في حد يتكهرب. طب انا عايز اعرف هل يوميه العامل بتختلف على الشغل بالنهار عنه بالليل؟ لا هي اليوميه بالليل هي بالنهار، اجره بالليل زي اجره النهار بالظبط، لان هي عدد ساعات. بالليل عدد ساعات 8 ساعات. طب الشغل بالليل ما بيبقاش محتاج مثلا غفره او اي حاجه؟ كل محجر غفيره فيه، يعني احنا بنشطب ونروح والغفير بيمسك الشغل، يمسك الاداره بتاعه المصنع بالليل، يبيع الطوب، ينتبه للحاجه ما تسرقش. الغفره دي موجوده بشكل مستمر؟ ده بس بشكل مستمر، يعني هي ليل ونهار الغفره دي، يعني الغفير ده بيمسك ليل ونهار مع بعضيهم، يعني لما يكون في اسبوع البطاله اللي هو الراحه ده الغفير عم يبقى ماسك ليل ونهار. لا في اسابيع الشغل الغفير عم تيجي الانفار وتدور المصنع وصاحب المصنع وهو بيروح يشطف وياكل تمام، قبل ما الانفار تشطب بنص ساعه يكون موجود في المحل. ما تعرضتوش مثلا وانتوا جايبين العمال بالليل مثلا لاي مواقف، مثلا حد طلع عليكم بسلاح او باي حاجه مثلا، ايه اللي ممكن يتسرق هنا؟ مكن او حاجه؟ ايوه هو ممكن يسترق المكن ده،
وممكن في ناس برضه عم تيجي بالليل لو هي حاطه في دماغها تشيل محجر هتيجي بسلاح وتروح شايل المحجر. حصل حالات زي كده حواليكوا او حد تعرفه حصل له حاجه زي كده؟ في ناس كتير اتشال المحاجر بتاعتها وحصل ضرب نار بينهم، وطبعا ايه الغفير وحدي مش هينفع طبعا، عم يبركوا عليه وكتفوه يشيلوا المكان لانه بيبقى الغفير لوحده لوحدي، وهم بيبقى مثلا مجموعه مسلحين ثلاث اربع تنفار مسلحين. طب قول لي يا عم احمد بصراحه كده، لو يعني عشان تحافظ على حاجتك الغفير بتاعك مسلح؟ لا ما مسلح معاه شومة، انما ما يشيلش سلاح. ما يشيلش سلاح. طب هل ممكن دورت مثلا انك تقدم له مثلا ترخص عشان تجيب له سلاح وتبقى قاعد مطمن على مكانك وعلى حاجتك وعلى ناسك؟ ما فيش ترخيص الا بحيازه، ما فيش ترخيص سلاح للغفير في المحاجر الا يكون بحيازه. حيازه ايه؟ حيازه ارض، ده يعني قانون في الدوله. فطبعا المحاجر دي ما مش داخله في دماغ اي حد في البلد، وهي احسن محاجر عم تدخل دخل، عم تدخل دخل للبلد للمحافظه اللي فيها يعني بالملايين. يعني انت هنا انت مستاجر مش مالك؟ لا انا مش مالك، بس ايه مستاجر من الجهاز، يعني واخد من الجهاز، جهاز المدينه بيجي يقيس مثلا الجبلايه دي مثلا 3000 متر مربع، عم ادفع مثلا في السنه 12000 جنيه. سمعنا انه في بعض الناس ممكن يطلعوا مثلا والعمال وهم جايين ياخدوا عمال ويشغلوهم يعني بالغصب بالغصبانيه، يعني ده بيحصل؟ لا ده العامل بتبوس على ايده على بال مش على بال مش. لا انا بتكلم على بعض الناس، انا بتكلم بشكل عام يا عم. لا 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 انا برضو يعني بعض الناس كلها المحاجر كل ما فيش واحد عم ياخد عامل غصبا عن عينه ويشغله غصبا عن عينه، للعامل عم يبقى مبسوط اخر انبساط. وبقى طبعا كل مصنع ليه كلة يعني معروفة. ايه الكلة دي؟ يعني كلة الانفار. يعني الانفار بتاعته اللي شغالين فيه او 12 نفر يبقى شغالين فيه عارفينه، تيجي العربية تروح راكبين فيها ونيجي عليهم اخر النهار نروح ينزلوا يروح. في اللي بياخد اجرته في يومي وفي اللي ياخد اجرته اسبوعي. شكرا يا عم. شكرا لك. شرفتنا. بعد قليل سمير نجيب رئيس أول نقابة لعمال المحاجر. إحنا نار الجبل ونوره. الحجارة دي شهد على أرواح ناس مات. حجر على حجر على حجر، كل حجر من دول بيمثل هم من هموم عمال المحاجر في محافظة المنيا. الهموم دي شايلها راجل واحد، عم سمير نجيب نقيب عمال المحاجر في المنيا. ازيك عم سمير؟ اهلا وسهلا. الحجر ده تقيل على قلبك؟ الحجر ده بيفكرني بهموم 45000 عامل. العمال دول هم اللي بيشتغلوا في الجبل وملهمش اي مورد رزق غير الشغل في الجبل. الحجارة دي شهد على أرواح ناس ماتت. الحجارة دي شهد على أعضاء من أجساد العمال الغلابة اتبطرت واتقطعت وطارت ومحدش سأل فيهم. هي دي الحجارة اللي احنا بناكل فيها منها عيش، وفي نفس الوقت بنشوفها بنفتكر أولادنا اللي ماتوا زمان. عشان كده عملتوا النقابة؟ عشان كده احنا ابتدينا نهتم بعمال المحاجر وعملنا نقابة، وبندور على اتحاد ننضم ليه، اتحاد عمال مصر الديمقراطي. كل ده عشان نجيب حقوق العمال الضايعة. ايه حقوق العمال اللي انتوا بتدوروا عليها؟ حقوق العمال الضايعة، اولا العامل ده بني ادم بشر مواطن مصري، لابد ان القانون يكفل له الرعاية الصحية، ده قانون، ومصر ماضية على هذه الاتفاقيات الدولية، الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وحق المعيشة. في الجبل الحقوق دي منتهكة وضيعة. ليه؟ المسؤولين في المحافظة بيجمعوا الغرامات من المحاجر
بيجمعوا الإيجارات من المحاجر، بيجمعوا الكرتات من المحاجر وياخدوها هم يعملوا بها ايه في المحافظة مش عارف. ايه المردود العكسي على العامل؟ هل وفرتوا له رعاية صحية؟ هل وفرتوا له تأمين اجتماعي؟ هل وفرتوا له تأمين صحي؟ اتكلمتوا مع المسؤولين في كده؟ حاولتوا ان انتوا تاخدوا جزء من حصة الفلوس اللي بتتجمع من المحاجر عشان تصرف على الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين؟ مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر ومؤسسة الحياة الأفضل هي احتضنت نقابة عمال المحاجر ودربتها ماديا ومعنويا، وابتدت تجيب لنا مدربين عشان نعرف حقوقنا. بعد كده لما عرفنا حقوقنا لقينا ان احنا لينا نسبة في المحافظة للعمال من الأموال الطايلة اللي بتدخل شهريا لصندوق المحافظة. تقريبا الأموال دي قد ايه في السنة؟ اضربها لك كده ولا اضرب لك مثل ولك ان تتخيل. 2000 مصنع في الجبل، كل مخرجات المصانع عليها كرتات وبنات في الأكشاك اللي موجودة على الطرق كلها دي بتدخل المحافظة. غير كده الرسوم اللي بيترسم عليها في الجبل، غير كده الزلط والرملة، كل منتجات الجبل بيدفع عليه فلوس. لما بتروحوا تطلبوا الفلوس دي من المسؤولين التنفيذيين ولا واحد رضي، ولا محافظ يجرؤ ان هو يجر القلم. مشونا في قنوات شرعية، اسرعوا بإصدار قانون الحريات النقابية، دي حقوق العمال، فلوس العمال ترجع ليهم في صورة خدمات. اللي مانع ان العامل يتأمن عليه اجتماعيا؟ العامل عشان يتأمن عليه اجتماعيا في عقبات كتيرة في التأمين الصحي، يدفعوه رسوم تصل الى 180 جنيه عشان يكشفه. ده هيشتغل في الجبل، هو هيشتغل ساعتي، هو هيشتغل ايه؟ ده هيشتغل في الجبل هيشيل بودرة، ده هياكل بودرة يا اخوانا. واحيانا يقولوا غير لا، غير لا اخي يشتغل في الجبل؟ طب شغلوه. من المساوئ برضو ان في 11,000 فرصة عمل في المنيا بيتاخد مرتباتها من صندوق المحاجر، ولا عامل محاجر يتعين فيها. طيب اطلبونا كنقابة نوريكم اللي رجله مقطوعة، نوريكم اللي عينه ضايعة، نوريكم ذوي الاحتياجات الخاصة من جراء العمل في الجبل، ما عينوش حد. طب هم برضو في المقابل بالشكل ده بيحاولوا يحافظوا على صحة العامل اللي هو شغال في المحجر. اوكي، لكن يبقى في تسهيل في الامور. يقول عايز ارفع الشريحة بتاع التأمين، يقول هات لي شهادة صلاحية. طب مين اللي يقدر يديله شهادة صلاحية؟ هو طالما ركب المكنة واشتغل خد الصلاحية. انا بقول له وكيل الوزارة في التأمين في الامن الصناعي، اعملوا اشراف على العمال وطلبوهم يلبسوا ملابس الصحة السلامة والصحة المهنية، لانهم بيشتغلوا بالجلاليب. ولما كان شغالة تروح السحبة ده فيها ايه لما يعملوا؟ وكيل الوزارة يقول لي طب انا لو طلعت الجبل تقدر تحميني؟ دول ناس بياكلوا عيش، وانت طالع تعمل ايه عشان؟ ما هو يمكن يقصد عايز حماية من اصحاب المصانع لان ده تكلفة عليهم. لا يمكن، صاحب المصنع هيتكلم مع موظف عام. اصحاب المصانع يا استاذ ناس غلابه، ناس بيطلعوا بيوفروا فرصه عمل للناس عشان تاكل عيش، هيضرب واحد موظف مش ممكن. لا بس في المقابل خلينا نتكلم انه صاحب العمل ده مطلوب منه انه يوفر امان مهني ويوفر له لبس اللي انت بتقول عليه، بس ده هياخد منه جزء من التكلفه، وبالتالي صاحب المصنع عايز يدور على اكبر نسبه ربح فبيخليه يطنش. معاك، لو العامل اتوعى ولو وزاره القوى العامله الزمته العامل هيجيب الحاجة دي على حسابه، مفيش مشكلة. طب هيجيبها على حسابه منين وهو يوميته يا دوب 50-60 جنيه في اليوم؟ لا بياخد 50-60-70-80 جنيه في اليوم، بياخد مبلغ كويس، بس هذا المبلغ نظير صحته، نظير انه هو هيموت. بتلاقوا سهولة في ان انتوا تتواصلوا مع العمال؟ احنا حبينا نحبب العمال في النقابة وقلنا كل عامل يدفع 2 جنيه في الشهر، 24 جنيه في السنة. هذا المبلغ على ان نجذب الناس، ومحتاجين لو صندوق المحافظه اعطانا الحصه بتاعتنا وهي 5% من ايراد المحاجر، احنا هنوفر للعامل كل حاجه. لكن نظير المبلغ الضئيل اللي احنا بنجمعه مش قادرين نقدم ميزات للعمال، مفيش. طب ما حاولتوش ان انتوا تتواصلوا مع المسؤولين؟ يعني لما رحتوا للمسؤولين تقول لهم ادونا حقنا؟ مفيش حد رضي، يقول لك دي في ايد الوزاره. طب رد فعلكم ايه؟ احنا عرفنا ان العمال المحاجر من وقت للتاني بيتظاهروا بيخرجوا يقطعوا طريق وكل الامور دي، الدوله في المقابل بتشوفهم بتشوف ده نوع من الخروج على القانون،
انت بتشوف التظاهر ده باي عين؟ انا ايه اللي يخليني وايه اللي يدعوني للتظاهر لو في هم موفرين لي؟ لو هم وفروا لي انا قلت لك اكلني ورحت عشان اكل ما اكلتنيش. لو انت اكلتني مش هتظاهر، هتظاهر ليه؟ انا عامل المحاجر مظلوم مظلوم مظلوم، لان الفلوس اللي بتدفع كلها دي وتدخل لضبط المحاجر مفيش فايدة فيها. حتى اصحاب المحاجر نفسهم بيدفعوا كل المفروض عليهم، وطن السولر يوصل 3000 جنيه. ما هو ده برضو بينعكس على العمال ازاي؟ لان هو لو مش هيلقى، لو مش هيلقى سولر متوفر مش هيشغل صاحب المصنع. عم سمير، التراب ده تراب الجبل، خد من عمرك ايه ومن عمر الناس هنا؟ التراب ده حفية رجلين العمال فيه، التراب ده دخل في الرئتين بتاع العمال، التراب ده صنع أجيال وأجيال مشيت عليه لما حفيت رجليها ومش طايلة حقها. لكن برضه هيفضل التراب ده تراب الجبل وتراب مصر، وإحنا فداء للجبل وفداء مصر، ومش هنسكت عن حقوق عمال المحاجر مهما طال الزمن. شرفتنا يا عم سمير. شكرا. القلب أبيض والموس جتال، ومنا في طلب الرزق غير الجبل يا خال. انتهت حلقتنا من نبض الشارع، إلى اللقاء.